التقرير اللي عن ديون الأندية مع الزميل أحمد عدنان، ونرجع إن شاء الله لمناقشته. دارت رحى الديون على قطبي العاصمة الرياضة النصر والهلال، وأخذت صياط الإعلام والجماهير تتساءل عن السبب الحقيقي الذي أجبر إدارتي الناديين على الاستسلام لشبح القروض. النصر يفتش من بين البنوك عن حل سريع يبلغ 50 مليون ريال، وغريمه الهلال اكتفى ب40 مليونا كقيمة إجمالية للقرض الذي ضمنت الرئاسة العامة لرعاية الشباب موقفهما أمام البنوك. الجميع يتساءل لماذا اتجهت الأندية للقروض، ويظهر الجواب في ثنايا المؤتمر الذي عقده الرئيس عبد الله بن مساعد الرئيس العام لرعايه الشباب مؤخرا، وكشف من خلاله الشروط ومنها تخصيص المبلغ للديون الخارجيه، اضافه لتوفير ما لا يقل عن 20% من تسويات قد يواجهها مستقبلا، وصرف القرض من قبل لجنه ثلاثيه. سندع الفرصه لضيوفنا في برنامج الجلسه للحديث عنها مفصلا.